ازيك يا عم؟ ازيك يا نور؟ ابوي شايعلك الظرف دي. فيه ايه ده؟ معرفش، مقفولة. ها، عن اذنك. اتفضلي. الو. ايوه فؤاد بيه، سلامت، وحشتني يا راجل. مرحبا بيك يا حاج محمد، صحتك عامله ايه دلوقتي؟ انا زي الفل، الامانه وصلت في ايدي اهي. هي ايه دي يا حاج؟ بتاع دي بتقولوا عليها سي دي، اسطوانه، مش عارف، اللي هيحطوها على الكمبيوتر. عارفها؟ عارفها. فيها ايه دي؟ فيها ساعات. سعادتي؟ ايوه، سعادتك زي ما ولدتك امك. ايوه، زي ما ولدتك امك. وهتتجلع مع واحده اسمها فواكه اظن. ايه؟ فواكه؟ وبيقولوا ممكن تعمل منها نسخ كتير. يعني لو شيعت وجبت شاشه كبيره قدام كل لجنه، الناس هتسيب الصناديق وتتفرج على حضرتك وانت زي ما ولدتك امك. دعاية انتخابية وبلاش. مع السلامة. مع السلامة. ايه حكاية فرحة دي؟ مالها؟ من ساعة ما رجع الحاج مش باينة ولا باين لها حس. صح، دي اللي هتطلع السلم ولا حد شاف جلابتها. تلاقيها هتجلع الحاج. ما تصوريش دمي يا كاملة، هتجلعوا كيه كيه زي الناس. ودمك يفور ليه؟ تلاقيها زمجانة عند أمها بإذن الله. لحق يرجع ويغطمها؟ ليه؟ ما زعلكيش قبل كده ولا مرة يا كاملة، ولا طلعك في عين؟ ياه كتير. الله أكبر الله أكبر. النهاردة الصبح. الحمد لله الحمد لله. مع السلامة. خير يا حاج؟ فؤاد بيه انسحب يا حاج احمد. ايه؟ انسحب كي؟ زي الناس. ربك ليه عجايب يا ابو ذكري. الحمد لله. كده يا عمي، يبقى انقطع نص الطريق. مبروك يا عمي. لسه بدري يا خيري. بدري ليه؟ الدبشة الكبيرة اللي كانت في طريقك واتزاحت، وربنا مسهلها لك على الاخر. فرحان يا ابو ذكري الولد عمك صح؟ طبعا فرحان، مش ولد عمي، حطير من الفرح. انا عارفك، حطق من الفرح. انتوا ايه؟ امكم دعيالكم كده على طول، ما زعلتوهاش ابدا. مناح، شوف عمك ابو ذكري ايش طبيعي. شارب، شاربين كتير يا حاج. هو لسه تحت نتيجة الانتخابات الليلة دي، قاعد مستني من الصبح. إذا الحاج أحمد نجح، تعالوا انبسطوا. وأبوك خد عمك وطلع على جودي، مش لازم يوقف وسط الناس. اشرب شربات أبو ذكري، شربات عمي، عقبال عندك. ألف مبروك يا سيادة النايب. الله يبارك فيك يا محمد، أنت اللي عملتها فيا. وديني نوتش جزائي. بعد الشر عليك، أنت أغلى عندي من كل حاجة. عاوزك تتجدع وتروق نفسك وتفتح لك مكتب في سوهاج، وأنا هديك مفاتيح بيتي في مصر. ليه ده كله؟ أمال إيه؟ أنت فاكرها إيه؟ دي مسؤولية كبيرة، وعشان الانتخابات الجاية ما نتعبش فيها. ومين يعملها تاني يا ولد أبوي؟ أنت. بعد أول جلسة مش هتفرط فيها أبداً. إيه؟ ما أنت قعدت وسبته، إشمعنى؟ أنا خدمت على كد ما أقدر. لما شغلي توسع، قلت يا هظلم الناس اللي ادوني صوتهم، يظلم نفسي وشجاعي. سبت المجلس وانعنجح بالتزكية، عشان أنا ماليش قلبين. وأنا حيلتي قلب واحد برضه، يا دوب دورة واحدة. خلاص، بعدك يبقى خيري. خيري؟ عندك اعتراض؟
وماله؟ بس اشمعنى خيري؟ ده طبعه حامي هيبرد. الايام عتبرد الحامي. بس خيري راجل اللي تشوفه. انا تحت امرك. الف مبروك يا ولد ابوي. انا مش قلت لك ما تجيش هنا؟ وانت مش عارف ايه اللي ممكن يحصل؟ اتجننت ولا ايه؟ تعال وراي. اعمل معروف يا سعادة الباشا. ايه الكلام الفاضي دي؟ يا ابويا انا مش كد ولا كد عياله. لو شفتك هنا تاني هضربك بالنار، فاهم؟ خد دول، خد دول وغور، فاهم؟ تغور. غور ما غورش ليه؟ ازيك يا بوي؟ أنا بخير يا بنتي. فرحة، وضبي أوضة النوار، ومعلش سيبينا لوحدنا شوية. حاضر يا حاج. تعالي يا بنتي. هما يا بوي، هما. شش، اهدي وتكلمي بالراحة، مش عاوز حد يسمع. بص، هو ده اللي ضرب عليك نار. ربيع، عايز اترحم اللي انا فيه. يموت ده حلم حلو وقوي يا ربيع، ما اظنش ان من السهل نحققهولك. موتوني يا ابوي، كل حته في جسمي عايزه ترتاح. انت تعرفني يا ولدي؟ وفي حد ما يعرفكش يا حاج؟ عملت لك حاجه؟ اذيتك في حاجه؟ لا. طب ليه عملت كده؟ ادوني فلوس كتير وقالوا لي اعمل كده. مين؟ ناس ما اعرفهمش يا حاج. ما تعرفهمش؟ براحتك. ابوس ابوس على يدك يا حاج. انت قاد فؤاد بيه، فؤاد بيه هو اللي وزني واداني 10,000 جنيه. 10,000 جنيه بس؟ ده بخيل. ثمن الحاج محمد 10,000 جنيه بس؟ ابوس ايدك يا حاج، انجبني وعيش قدم لي طول عمري. بس بشرط لا تقول عليه اعمل هولك يا حاج. زي ما ضربت عليا النار من غير ذنب تضرب النار على اللي قالك. بس لو موتته هموتك، ولو جات بعيد عنه هموتك. يعني ايه؟ يعني تضربه من غير ما تموته. ودي اعملها كيه؟ زي ما عملتها. نومتي محمد النونو؟ ايوه نومته. قوليلي، هو جوزك المكفي عمل ايه تاني؟ من ساعة ابوه ما سقط جبل عمي وهو مش طايقني وشتومة وقلة ادب. قطع لسانه ولا تسألي فيه، يغور في داهية. بنت يا نوارة، هي فرحة مالها؟ مالها يا مرت ابوه؟ اصلك كنت عندها وشفتيها، واحنا ما نشوفهاش خالص. عيانة؟ حقة رايقة وكويسة. يعني ابوكي مش متخانق معاها؟ مش مزعلها؟ مش طريتها؟ عادي، مفيش حاجة غريبة. عادي. أمال الملكومة دي مدسوسة مننا ليه؟ اتفضل. اقعد يا فرحة. نعم يا عيون فرحة وقلبها. عاملة ايه؟ طيبة طول ما نفسك حوالي. تعرفي انك حلوة وانت حبلة؟ برضو حلوة. حلوة كيه وانا بطني قدامي زي القمر. يا ريت البت اللي جايه تكون في جمالك. واد يا محمد وحلو زي ابوه. ايش عرفك انه واد؟ دخلت في علم الغيب؟ لا، بس انت عارف
عمري ما طلبت حاجة من ربنا وكسفني أبدا. وطلبتي منه إيه المرة دي؟ طلبت منه يديني واد يكون راجل من دهر الراجل. بس الفرق بيني وبينه هيكون كبير يا فرق. حق حيجي وتربيه ويكبر قدامك وتجوزه يا محمد. طب يا أم الواد طلباتك إيه يا أم الواد؟ طلباتي؟ لتجيب الواد تتشرط. أتشرط؟ ماشي، بس طلبي كبير قوي مش هقدر عليه يعني؟ مش عارفة هتقدر ولا ما تقدرش. أطلب يا فرح. بس طلبي غالي قوي قوي. لو أغلى حاجة في الدنيا. وعد. وعد يا فرح. طلبي أنت بس كده؟ هو في أكتر من كده. يعني ما كتب لهش حاجة؟ كفاية إنه هيكتب باسم أحسن أب. مش هيجي يوم وتقول اشمعنى اخواته؟ لو قلت هطلقني. هتعيشي مع محمد بس، مش محمد ابو دياب يعني، لا محجر ولا منظره ولا حاجه. ولو على البحر في الظل هتغطى بشالك وتستر بعينيك. ربنا يحفظك يا فرحه. بس اعملي حسابك بكره عندك عزومه كبيره، لو تعبانه اعملها في المنظره تحت. لا، هم كم واحد؟ لا كتير، 7-8. ناس غريبة؟ لا، ولاد خيري وجودة وكامل وحشوني. عشانك أخدمهم بعيوني. بس تلبس واسع. ها مرتك لسه ما رجعتش؟ لسه مش عاوز. ولدك هتسيبه لمحمد أبو دياب؟ يغور هو وهي. يا راجل تروح تجيبها من شعرها. مش عاوزها. انا مسافر كام يوم كده وراجع، ارجع القاك رجعتها. انا مش عاوز الراجل ده يمشي كلامه علينا، فاهم؟ ما انت اللي انسحبت من الانتخابات من غير سبب. يوه، انا حر اعمل اللي انا عاوزه.